بيجي يعرفني بحكي عن صاحبي اللي بغني. في ناس بتكون اصلا سمعتلي وحبيت طبيعة شغلي, في ناس بسقط من عينيهم كيف يعني شاب وبغني, وفي ناس مش فارقة معاهم هدول انا ما بعتب اي واحد فيهم لانهم مش غلطانين بحقي اسلوب طرح افكاري ملكي طريقة التعبير بتهمني لاني مش بس بحاول اخلي اللي بسمع يفرح ويضل يزقف لانه الطرح تبعي ممتع. انا بدي اياك تستمتع بنفس الوقت تفهم كل زمان اللي فنه, والفن لغة اعظم من اي لغة بتعرف تحكيها لانه اجمل اجمل مين الاهبل اللي عنده صوت ولا ساكت. انا بسمعك بتحكي وانت صامت بحاول اقول لك بلش وسع مداركك ورابط لانه الناس لازم تفهم انه صوتك اداء, هاي مش نصيحة هاي فقط طريقتي انا. لما تكون قاعد بتفكر بتيجي عبالك فكرة تغير, تقدر وقتها تقوم تقرر طلع الفكرة من راسك ومرر. لما بدك تغير شوف شو في حواليك عشان تقدر تميز شو بتسمع ايديك, وقتها راح تقرر شو عندك وهيك بنتج الابداع وبنتعرف عليك. لما تطلع بفكرة لا تتركها بالفراغ, بدك تعرف كيف تطورها وتدرسها عشان تفيد مجتمع هم والصراخ, بتعمل نقلة مفيدة والحالة تقلبها. قوم فكر قرر تغير ارسم لون اعزف صور اسمع ابدع ازرع طور احصد زرعك العالم جمل.